السيد المسيح إلى كفر نحوم ومعاه الاثنى عشر. وللأسف في البداية كان حزين لأنهم تجادلوا في الطريق وسألوا سؤال يمكن بيدور في أذهان الجميع من أول الخليقة لغاية يمكن آخر الدهور: من هو الأعظم؟ السؤال دوت لو اتقسناه بالمعايير الأرضية هيبقى إجابته مضللة جدا، لأن الإجابة بتاعته هتكون المركز، المال، العلم، الجمال، مقاييس كتير بشرية. لكن مين هو الأعظم في عين الله؟ العظمة بمقاييس الدنيا أو بمقاييس العالم لو خدناها بالمعايير ديت قلنا أنها تكون مضللة لأنها متغيرة مش ثابتة. هل في واحد ممكن يقول أنا عظيم عشان المال وممكن يضمن أنه يفضل عظمته ديت لأن ماله موجود معاه من دلوقتي لغاية ما يخش القبر؟ حتى لو كان الموضوع دوت أو المعيار ده ثابت في الدنيا، لكن هينتهي مع إيه؟ بالموت. فمعايير البشرية لمفهوم العظمة بتتغير ومش ثابتة. لكن زي ما قلنا المعيار الحقيقي للعظمة هو العظمة في عين الله. إزاي أنا أبقى عظيم في عين ربنا؟ عشان كده السيد المسيح لما لقى تلاميذه انشغلوا بمفهوم من هو الأعظم قال لهم: إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. هي دي العظمة اللي في عين ربنا. طبعا النموذج أو المثال اللي كلنا نمشي وراه هو السيد المسيح نفسه اللي قال: تعلموا مني فإني وديع متواضع القلب. هو اللي علم وقال: من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم. هو ده المثال اللي تكون عينينا عليه ونظرنا عليه. الله الظاهر في الجسد اللي جه مش يخدم، جه يخدم. عشان كده في لوقا البشير بيقول السيد المسيح: الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم. لأن من هو الأكبر؟ هو بيسألهم مين هو الكبير؟ الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ اللي يقعد على الكرسي ولا اللي يخدم؟ طبعا بمقياس البشر الأعظم مين اللي إيه؟ اللي قاعد على الكرسي. لكن قال لهم: لا، لكني أنا بينكم كالذي يخدم. طبعا السيد المسيح هو العظيم، هو الأعظم، فكان في وسط تلاميذه بيخدمهم. ده لدرجة إن قال لهم في اليوم الأخير لما تيجوا وتقفوا قدامي مش بس إن أنا هقيم العالم قدامي عشان أقيم الدينونة، لا، ده أنا هقول، ده هيقول إن أنا هقعدكم على كراسي وهقوم ألف وسطيكم أخدمكم في اليوم الأخير. السيد المسيح بيقول لنا هفضل في صورة الخادم حتى في يوم الدينونة. لمين؟ للعظماء اللي في عينيا، اللي كانوا عارفين إن هم عبيد عند قدام ربنا وخدام في وسط إيه؟ في وسط إخواته. في ليلة ألامه نزل عند رجلين تلاميذه وغسلها
وقال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون، كلام صح، لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا، حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. جه بولس الرسول شرح عظمة الله بمقاييس، بالمقاييس الإلهية، وقال لنا سرها في رسالته لأهل فيليبي، بيقول: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. إيه هو الفكر ده؟ الذي إذ كان في صورة الله، هو الله، لم يحسب خلصة أن يكون معادنا لله، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه. العجب كله قدامنا في سر واحد، هو الإخلاء. ربنا أخلى ذاته من كل مجده، وردي ياخد صورة إيه؟ صورة بشر. وياريت وقف على كده، ما ممكن ياخد صورة بشر لكن العظمة بتاعت المقاييس البشر تفضل موجودة، يعني ياخد صورة ملك على الأقل، أبسط حاجة. لكن لا، ما اكتفاش بكده، أخلى كمان عظمته البشرية، وارتضى أن يكون في صورة إيه؟ عبد. تبارك اسمه، أخلى نفسه من المجد الإلهي ومن المجد البشري كمان. لما جم يختطفوه يجعلوه ملكا، هرب منهم، هرب منهم، هو مش جاي يملك ملك أرضي، هو جاي يخدم في وسط البشر عشان يدينا مثال إننا نخدم في وسط إخواتنا. يبقى ازاي نوصل لفكرة الإخلاء؟ بولس الرسول في نفس الرسالة قبلها بشوية بيقول في رسالته لأهل فيليبي: لا شيئا بتحزب، ما نعملش أحزاب، أو بعجب، كل واحد يفكر في نفسه إنه هو إيه، هو الوحيد اللي فاهم في الدنيا دي كلها، بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. كل واحد باصص للي حواليه إن هم أفضل منه، مش بصغر نفس، يعني مش بإحساس بأن هو بنظرة دونية لنفسه، لا، هو عارف إن ده المثال اللي ربنا عاوزه، دي المكان اللي ربنا عاوزنا نختارها عشان في الآخر نبقى في صورته الأعظم. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو للآخرين أيضا. بولس الرسول بيقول بعد كده، بيقول في رسالته لأهل روميا: مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. للأسف احنا بندور كل واحد على كرامته، ولو واحد بس قال نص كلمة، نص كلمة، الدنيا تقوم وما تقعدش، ونعمل استنتاجات وتحليل ليه اللي قدامي ده قال الكلمة دي، وما ننامش، ونقلب الدنيا، وممكن الموضوع ده يأثر علينا في علاقتي بربنا، علاقتي بالكنيسة، علاقتي في البيت، وعلاقتي في الشغل. كل ده بسبب ايه؟ ان انا ببحث عن كرامتي. اذن من هو الاعظم؟ هو اللي يدور على راحة الاخر مش لراحة نفسه. الزوج في البيت يدور على راحة زوجته واولاده، مش يقول انا راجل البيت انا الاعظم، وتلاقي ممرر عيشة أهله في بيته بسبب إيه؟ الفكرة دي، هو الأعظم.
لكن ربنا بيقوله لا، العظمة في انك انت ايه؟ تريح اللي حواليك. الزوجة في البيت عاوزة تبقى الأعظم، تريح زوجها وأولادها، مش تقول أنا كل حاجة فوق راسي، أنا المفروض الأعظم. عاوزة تنازل، عاوزة تنازل بيننا وبين بعض. الأخ ما يبصش لأخته ويقول أنا الراجل، أنا الأعظم. هي تسمع الكلام وتنفذ اللي أمرها بيه. الأخ الأكبر أو الأخت الكبيرة ما تقولش أنا الأعظم، أنا اللي جيت الأول، يبقى كلامي اللي يمشي. كل واحد يدور إزاي يريح اللي حواليه، وما يقولش مركزي، مكانتي، علمي، جمالي، كل المقاييس البشرية دي تلغي العظمة. هحكي لكم حكاية بسيطة توريكم صورة العظمة الكبيرة أو العظيمة اللي بيدور عليها المسيح واللي بيفرح بيها. أب كانت تنيحت زوجته بعد فترة، وكان هو وصل لسن كبير قوي، كان عنده 3 أولاد، بنتين وولد. البنتين دول اتجوزوا وخلفوا وعايشين كل واحدة في بيتها، وربنا ايه كرمهم من وقت. والولد كان لسه متخرج يدوبك ويبتدي يكون نفسه. الراجل كان قريب جدا جدا من الكنيسة ومن ربنا، حب يريح نفسه ويريح ولاده قبل ما يقابل ربنا، وقال أنا كان عندي شوية أملاك كده ربنا مديهم لي، فحابب إن أنا أوزعها عليهم وأنا عايش. فراح لابونا بيقول له الحقني، الدنيا قايمة ومش عاوزة إيه تهدى. قال له إيه السبب؟ قال له جيت أقسم أملاكي على أولادي، الدنيا قامت. طبعا أبونا فهم اللي بيحصل، تلاقيهم يتخانقوا عشان إيه؟ تقسيم، زي ما بيحصل للأسف في أوقات كتير. فقال له إيه اللي حصل؟ قال له جيت أقول للولد، لقيته ابتدى يعيط وقال له لا يمكن ده يحصل. فقعدت أتحايل عليه ساعات، وفي الآخر بعد ما اقتنع قال لي بس بشرط. قال له إيه؟ قال له يتقسم بالتساوي بيني وبين إخواتي البنات، أنا ما أخدش أكتر منه. فالأب إيه؟ ما صدق إنه وافق، وراح للأخت الكبيرة وقال لها نفس الكلام، برضو نفس الكلام، ما رضيتش أبدا. وبعد محايلة ساعات بيقول لها بس في شرط بس صغير لأخوكي، هتتقسم الميراث عليكم انتوا 3 بالتساوي. راحت مصوتة قالت له أبدا، أخويا لسه مبتدي وهو المفروض ياخد أكتر عشان لسه قدامه مشوار طويل. راح للصغيرة دي أصلا قالت له مش موافقة أصلا من أساسه، ولو عملت كده أنا هخصمك. فجه أبونا، راح لأبونا قال له الحقني، تعالى شوف اللي أنا فيه. فأبونا قال له دي العظمة اللي ربنا عاوزها. كل واحد بيدور على راحة أخوه وبيبدي أخوه وأخته على نفسه، مش بنقف قدام بعض في المحاكم. للأسف نظرتنا للعظمة بقت شبه نظرة العالم، ومن كتر ما بقينا عايشين في العالم وبنقلده بندور ونقول ايه؟ نحتكم على شرع العالم. وفين شرع؟ فين من يريد أن يكون أولا يكون آخر الكل وخادما للكل، مش بس الله؟ مين هو الأعظم؟
اللي في شغله حتى لو هو في وضع مسؤولية ما يستغلش سلطته انه يقمع مرؤوسيه. مين هو الأعظم؟ لو أب أسقف أو أب كاهن يبقى في وسط شعبه كالخادم، مش مستني إن شعبه يخدمه. مين هو الأعظم؟ الخادم أو الخادمة اللي في الكنيسة اللي مش باصين للمكانة اللي هم فيها، مش مهم، المهم الأمانة اللي بينفذوا فيها أو بيها خدمته. نلاقي بعد كده السيد المسيح أخذ ولدا وأقاموا في وسطهم ثم احتضنهم وقال لهم: من قبل واحدا من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني، ومن قبلني فليس يقبلني أنا بل الذي أرسلني. اللي عاوز فينا يتمتع بحضن المسيح يبقى زي الولد الصغير ده. اللي عاوز يشوف المسيح من بعيد قوي يطلع قدام، واللي عاوز يبقى في حضنه يرجع ورا. هي دي مقاييس العظم. في اليوم الأخير هنبقى في وضع ذهول، لأن كثيرين كانوا أولين هيبقوا إيه؟ آخرين، وآخرين هيبقوا أولين. لأن المقاييس هتكون اختلفت تماما. العظيم فينا هو اللي كان في الآخر واللي كان عايش خدام لكل. ربنا يدينا نعمة ويبارك حياتنا ويدينا حياة الإخلاء زي سيدنا ومعلمنا السيد المسيح، له المجد والعظمة إلى الأبد، آمين. ونياتو خنو مسميني سوى بنت بايو بواي بواي قطا بفرني من راتي انت بخريستوس قولوا تشو سنبتر انت صوتو قص ماريا اسما بن بن صوتي تفكان انو في نانفو طبي مبشو يسيري قمت سوى بن زيكي قص أفايو أنس بيقولوا بس تفكان إنو فينا نيفول طبي مبشو يساري وبشو يسنيو تنبطري أرشيز بنيوت سوى بآفطا ودروس تفكان إنو فينا طبي مبشو يساري يقوم بنيوت سوى بنزيكي وصفهر مينا بإبسكو بس تفكان إنو فينا نيفول جيفس مروت جيفيوت نيبشيري لما بنف ما اسوهم دتري اسن جيكي فولت نوش تمول سنتيون ان صوفيا سيو بروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على العهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد للسماوات وجلس عن